للحديث أكثر يلتحق بنا من عدن المحلل السياسي علي الخلاقي. مرحبا بك سيد علي في هذه النشرة. الحوثيون يواصلون أعمالهم الإجرامية باحتجاز السفن النفطية والتجارية في ميناء الحديدة، لماذا هذا الإمعان في تجويع الشعب اليمني ومضاعفة أزماتهم؟ للأسف هذا العمل الإجرامي والمنتهك لأبسط القيم الإنسانية الذي تقوم به الميليشيات الحوثية هو نتاج لما نتج عن اتفاقات السويد من تمكين هذه الميليشيات للمضي في مخططها الإجرامي بالسيطرة على هذا الميناء وعدم إلزامها بتطبيق الاتفاقيات التي وقعتها أمام مسمع ومرأة العالم، ولا شك أنها تحاول أن تستثير المجتمع الدولي بالغطاء الإنساني الذي كانت متسببة له ليس فقط في الحديدة وإنما في أرجاء المناطق التي تسيطر عليها، حيث تسعى إلى استثمار الأوضاع الإنسانية لتحقيق مآرب سياسية وعسكرية بتمكينها من البقاء في الحديدة والصليف وراس عيسى، وهو الأمر الذي يلزمها بالانسحاب من هذه الموانئ ومن محافظة الحديدة بعد أن وقعت على اتفاقات السويد، لكنها كعادتها ما أن تجد نفسها في مأزق أو تشعر بقرب انكسارها العسكري حتى ترضخ لأي هدنة أو اتفاقات، وهذا ما رأيناه في اتفاقات ستوكهولم حينما كانت على وشك الانهزام من قبل قوات الجيش الوطني وقوات المقاومة المشتركة على أطراف الحديدة، ولذلك فأنها ستلجأ إلى مثل هذه الأساليب لتتمكن من المراوغة والتسويف على القرارات الأممية واختلاق الكثير من المبررات التي تتناقض مع تعهداتها. نعم، كل هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيا تحت مرأى ومسمع من منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، كيف تفسر هذا الصمت حيال ما تقوم به الميليشيا الحوثية؟ هذا الصمت ليس بالمستغرب وليس للمرة الأولى، فالأمم المتحدة قد اتخذت قرارات منذ بداية الأزمة اليمنية، ولعل أبرزها القرار الأممي 2216 الذي يلزم هذه الميليشيات بالانسحاب وتسليم أسلحة الدولة والإقرار بكل أجندة هذا القرار، لكنها لم تلتزم وتطاولت على تنفيذ هذا القرار الأممي، الأمر الذي استدعى إلى قرار آخر وإلى اتفاقات جديدة، ومع ذلك لا نجد الأمم المتحدة ولا المنظمات الإنسانية تحرك ساكنا أمام خروقات هذه الميليشيات التي نجدها ليس فقط في الحديدة وإنما في تعز وفي كثير من المناطق التي تسيطر عليها، حيث تمارس أنواع من الابتزاز الإنساني للمواطنين والتجار ومحاربتهم في أرزاقهم للمزيد من الكسب المادي الذي تسخره كما تدعي لمجهودها الحربي بطرق قسرية وعن طريق التهديد والترهيب، وهذا الأمر يتناقض مع حقوق الإنسان، ولذلك أعتقد أن على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تشير بأصابع الاتهام لهذه الميليشيات لتكشف حقيقتها الإرهابية ومواقفها التي تتعارض مع أهداف هذه المنظمات ومع القيم
الإنسانية. نعم، لو تحدثنا عن الخيارات لدى الحكومة الشرعية من أجل إجبار المسؤولين الأمميين إلى سرعة التدخل والضغط على الميليشيا الحوثية للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها، ماذا تقول أو ما هي الخيارات التي هي أمام الميليشيا الحكومة الشرعية؟ الحكومة الشرعية هي المعنية بالاهتمام بمصالح المواطنين سواء في المناطق المحررة أو في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا شك أن استخدام هذه الورقة الإنسانية من طرف الميليشيات الحوثية لأهداف سياسية قذرة يتناقض مع كل القيم، ويجب على السلطة الشرعية أن تتجه إلى المنظمات الإنسانية وإلى الأمم المتحدة لممارسة الضغط على هذه الميليشيات للإفراج عن هذه السفن حتى لا تطول معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، كون ميناء الحديدة والقرار الأممي الخاص به قد جاء ليجنب هذا الميناء من المواجهات العسكرية لضمان تدفق المواد والمساعدات الإنسانية والأغذية والمواد الطبية للمواطنين، وليس ليكون أداة ضغط بيد هذه الميليشيات، حتى لا تجد السلطة الشرعية وبدعم من التحالف نفسها تتنصل أيضا عن التزاماتها في اتفاقات السويد، طالما أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا ولم تقم بواجبها لإرغام هذه الميليشيات على الإقرار بما تم التوقيع عليه. نعم، من عدن المحلل السياسي علي الخلاقي، شكرا جزيلا لك.